تحقيق 24 تنقل لكم الخبر اليقين بالصوت والصورة. واحد الاعتراف رمزي لواحد الشخص الذي ساهم في نجاح أنشطة جمعية شباب سيدي الرباط. مجرد تذكار وإنما الاعتراف، لا بدون مراء وبدون تملق وبدون أي شيء. أنا هذا الحديث اللي كنقوله نابع من قلبي وبصفة ارتجالية. هذا الشخص صفقوا عليه مرة أخرى. ونادي على نور الدين بوغيتو لتسليمه التذكار. السلام عليكم. الذي يقول الاستاذ علي الدين رئيس جمعيه شباب سيدي الرباط، ارسل مرحبا في الجسم اللي جايين دارنا اخذ اتبغلو تنازير اسكت داين من خلال الانشطه اللي نستعمل فيه اخذ الوار في الرباط. كما يعلم الجميع جمعيه شباب سيدي الرباط تاسس سنه 2016، تشتغل في الجانب الاجتماعي الشبابي الثقافي البيئي ايضا والرياضي. لذلك نستقرين برنامج الانشطة صيف 2024 اسوة بالسنوات الماضية، والبرنامج تضمن مجموعة من الانشطة في دوري كرة القدم، دوري سيدي الرباط للكرة الشاطئية شاطئ سيدي الرباط، ايضا حملات نظافة على طول شاطئ سيدي الرباط، وايضا على مستوى ديار سيدي الرباط. من دون الانشطه ايضا التي تم الاشتغال عليها ادغام مسكريان السباق، نسميه سباق رمال التحدي، كان المدار على مسافه 7 كيلومترات، وشارك فيه تقريبا اكثر من 100 عداء. هذا السباق هذا ولي عرف مشاركة مجموعة من الجمعيات الرياضية التي ساهمت معنا في هذا النشاط على مستوى أيضا شاطئ سيدي الرباط. تم تنظيم مجموعة من الأيام المتعلقة بالإذاعة الشاطئية سواء داخل الأسبوع وأيضا في أيام السبت والأحد من كل أسبوع. هذه الإذاعة الشاطئية أيضا تستقبل مجموعة من الأطفال زوار شاطئ سيدي الرباط اللي لقاو واحد المتعة واحد الاستفادة من خلال هذيك الفقرات نتاع الأنشطة ديال الإذاعة الشاطئية. اليوم نحتفل جميعا، تحتفل معنا جميع شباب سيدي الرباط بالحفل الختامي لأنشطتها يوم الاثنين 12 غشت 2024. كما ترون حفل بهيج يتضمن مجموعة من الفقرات، فيها الحفل المحلي رقصة أهياب التي يحبها الجميع هناك في سوس، أيضا الفقرات أيضا تتضمن مجموعة من الأنشطة ديال توزيع الجوائز على المشاركين في الدوري ديال شاطئ سيدي الرباط للكرة الشاطئية، توزيع أيضا جوائز على المتسابقين والعدائين الذين فازوا بسباق رمال التحدي. الجمعية تقوم بمجهود جبار من خلال تنمية المجال وأيضا الإنسان، على اعتبار أن الهدف النبيل الذي يسعى إليه هو تطوير شخصية المواطن المغربي إلى أقصى الحدود. هذا تنفيذا لكلمات صاحب الجلاله الذي اشار في خطاب العرض سنه 2023 على ضروره التحلي بروح جديه والعمل الميداني الدؤوب الملتزم. والحمد لله في مكتب المسير لجمعيه شباب سيدي الرباط معي طاقات يعني
ملتزمة طاقات شبابية تسعى إلى النهوض بالتنمية بهذه المنطقة. أيضا كباقي يعني الجمعيات تعاني من مجموعة من الإكراهات سواء فيما يخص اللوجستيك ديال الاشتغال، سواء فيما يخص الدعم، لأن الجمعية لا تتلقى أي دعم تقريبا، فقط بمبادرات فردية بجمع بعض المساهمات من طرف الغيورين على الجمعية، وهذا يعني يحد إلى حد ما، هو إكراه يحد إلى حد ما من 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 العمل الذي نقوم به. هناك أفكار متجددة، هناك أفكار مبدعة لدى الجمعية، ولكن ننتظر من المسؤولين أن يدعمونا وأن يساعدونا للنهوض بالأوضاع ديال هذه المنطقة هذه التي تتواجد في المنتزه الوطني سوس نسا، في منطقة استراتيجية ذات مؤهلات سياحية يعني رائعة. يكفي أن تكون هناك التفاتة لهذه الجمعية ولهذه المنطقة لنساهم في تنمية بلدتنا ووطننا جميعا. إذن بهذه المناسبة أتقدم بالشكر الجزيل لجميع المساهمين والمدعمين للجمعية، أيضا للجماعة الترابية سيدي وسيع على توفير يعني بعض المستلزمات والوسائل اللوجستيكية التي ساهمت معنا بها في مجموعة من الأنشطة ذات صلة ببرنامج الصيفي 2024. أيضا نتقدم بالشكر الجزيل للمنبر الإعلامي الذي أبى إلا أن يلبي دعوة الجمعية لتغطية هذا الحفل ولتغطية جميع الأنشطة التي تقوم بها جمعية شباب الأخبار. شكرا موصول إلى جميع ضيوف الأخبار، ومن هذا المنبر أطلب من جميع الزوار أن يأتوا ليزوروا دوار سيدي الرباط وشاطئ سيدي الرباط للتعرف على مؤهلاته وعلى الخيرات التي يقدمها لفائدة مرتاديه. والسلام عليكم ورحمة الله. كنتم مع تحقيق 24 صوت كل المغاربة. قبل المغادرة لا تنسوا الاشتراك بقناتكم وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد.